يعني الحضور ديالي يعني جيت بحالي بحال الفنانه نأدي واحد الواجب، لانه ما تشوفناش هذه مده 3 سنوات او تقريبا ما تشوفناش، ولكن الحمد لله حنا دابا حنا في اللي قال هذاك في التيران مع المهرجان ديال الدار البيضاء، وكنتمنى المهرجان كنتمنى ان شاء الله كامل التوفيق والاستمراريه يا ربي، ويبعد عنا هذا الوباء، والحمد لله غادي يكون الامور في امان الله مزيانه، وراه مزيانه بدات الحمد لله مزيانه، والله ينصر سيدنا. يعني اجباري مزيان ضروري باش الانسان يعزل دوك الناس اللي ما كيحترموش هاد المسائل هادي، خاصها تحترم لانه مهمه جدا صراحه هادي. الله يهدينا ان شاء الله، غادي يكون شي جديد في قريب ان شاء الله مع سي يونس الرباطي ومتي، وداك الشيء غادي يكون في المستوى ان شاء الله. الله يحفظكم بحفظ الله ويحفظ المغاربه فيما كانوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.